العيال العميقة مش دايما يعني اللي مطولين شعرهم وكانشين شعرهم ومضفرين وصابغين دقنهم، لا دي من ضمن مواصفات العيال العميقة. العميق ده بيمتاز بالتفاهة الداخلية، والتفاهة الداخلية دي ليها مظاهر خارجية، من ضمنها طريقة اللبس، طريقة تصفيف الشعر، ضوافره، نضارته، شربه، أكله، نوعية سجاير معينة، وطريقة شرب السجاير كده بيشرب بطريقة معينة كده، بس هو في الأساس جوهره أجوف.